أنا بعد حضرتك الأول عن وفاة الفنانة راحلة شيرين سيف النصر. البقاء لله متشكر متشكر. كنت شفت حضرتك كمان كنت بتقول إن أنت زعلت جدا، حضرتك ما تواصلتش معاها في الفترة الأخيرة خالص؟ لا والله للأسف، يعني أنا ما كانش في أي صلة بيني وبينها في الفترة الأخيرة، ما فيش أكثر من إنه يعني في مرة من المرات أنا بعت لها يعني مسج كده برضه من خلال وسائل الإعلام، يعني فبعت لها مسج يعني أقول لها إن جمهورها ما زال متعلق بيها وما زال مستنيها ونفسه انها تظهر، يعني فيا ريت ترجعي لامورك تاني وكده. يعني حضرتك ما تواصلتش معاها من سنين طويله؟ لا من سنين طويله. لا الحقيقه قول لنا ايه ذكرياتك معاها خلال طبعا تصوير المسلسل الشهير مين ما يحبش بطل. والله ذكريات جميله جدا كلها، وهي كانت شخصيه جميله، كانت مجتهده في هذا العمل، سواء الجزء اللي صورناه في القاهره او الجزء اللي صورناه خارج القاهره في بينا في النمسا. لنا وقت كويس برغم انه كان كله شغل، الوقت في النمسا يعني كان كله شغل لانه الجدول كان جدول التصوير كان كبير والوقت السفر كان قليل، فكنا تقريبا بنصور 24 ساعه، يعني واخدين اللبس بتاعنا في الشنط وبنتحرك من مكان لمكان، لما بيستقر المخرج احمد صقر على مكان معين بنصور فيه، فبنشوف اي مكان جنبه يكون مناسب لاننا نغير اللبس ونلبس يعني لبس الشغل المطلوب ونصور. ومع ذلك كان في متعة، يعني برغم الزحمة دي كان في متعة برضه، وقدرنا نتفسح ونقضي وقت كويس. يعني فعلا انا كنت عايزة احضر كمان المسلسلات الاجنبيه، كتير من المسلسلات اللي كانت ناجحة كانوا على الدراما المصرية اعادت اجزائها بعد سنين طويلة، ما فكرتوش ابدا ان انتوا تعيدوا جزء جديد بمين ما يحبش فاطمة؟ ده ما اقترحش ابدا. لا الحقيقة لان هي الحكاية كانت خلصت كده، يعني مفيش مجال في الدراما لجزء تاني او كده. في موقف معين فاكره من الاستاذه شيرين خلال التصوير او في على مسيره حياتها بشكل عام؟ يعني احيانا كان ينتبه كريز الضحك اثناء الشغل وما تبقاش قادره يعني تنهيها، يعني والضحك ده معدي يعني زي ما انت عارفه، فكنا بنقعد نضحك. كان اخر اتصال بينك وبينها؟ لا الحقيقه ما كانش في اتصال، يعني بعد المسلسل بفتره ما كانش في اتصال بيني وبينها. حضرتك ما شفتهاش مثلا صدفه بعديها؟ ما شفتهاش في اي تجمع؟ لا 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 والله للاسف.